أهلا بكم في أول حلقة من لغز الجريمة. قضية اليوم راح ضحيتها سيدة في عقدها الخامس من العمر. كانت تشتغل إطارا بوزارة السكن. سنتحفظ على اسمها إكراما لروحها الطاهرة بإذن الله، لكننا لا يمكننا التحفظ على المكر والخداع والشر الذي مورس في حقها من قبل وحش آدمي. جريمة فعلا بشعة. تابعوا معنا أولا. أسوكرية، أحد أحياء بلدية مفتاح. كاتانغا، تعيش معظم العائلة هنا حياة بسيطة، ولا تخلو هذه المدينة الصغيرة من مشاكل يتخبط فيها الشباب جراء نقص أدنى مقومات الحياة. في ظل الانتشار الواسع لآفة المخدرات، وجد فيها بعض الشباب السبيل الوحيد للهروب من واقعهم. الثالث من جويليا 2013، وبالضبط في 11 ليلاً، شب حريق مهول في أحد المنازل بكاتانغا. احنا في هذاك النهار كنا قاعدين ما شفنا النار، صدمنا نجرو سينا ندخلو وما قدرناش ندخلو، البيبان كامل مغلوقين. كي جاو الناس طقطقنا الباب هذاك دخلنا، ما قدرناش نواسو حتى جاو لي بومبي باش كسرنا الباب. حاول الجيران إخماد النيران، واتصل آخرون بأعوان الحماية المدنية خوفاً من أن تلتهم ألسنة النيران كل شيء. فرقة الدرك الوطني مفتاح، خدمة. تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمفتاح مكالمة من أحد المواطنين مفادها نشوب حريق. تلقت فرقة الدرك الوطني لمفتاح الخبر، فشكلت دورية على الفور وسارعت لمكان الحريق. في هذه الأوقات وصل رجال الإطفاء وشرعوا في إخماد النيران. البيت يكتسي ثوب الظلام بعدما انقطع التيار الكهربائي. عند الوصول إلى أحد الغرف، وجد أعوان الحماية سيدة منكبة على وجهها، وقد التهمت ألسنة النيران جسدها، تظهر للوهلة الأولى أنها قد فارقت الحياة. وفعلاً هذا ما أكده الطبيب الشرعي، عثر عليها تسبح في دمائها وطعنات متفرقة في مختلف جسدها. لحظات ووصلت فرقة الدرك الوطني لمفتاح. بعدما تأكدوا أنهم أمام جريمة قتل مدبرة، قاموا على الفور باستدعاء الشرطة العلمية والتقنية وتطويق مسرح الجريمة. جثة من جنس أنثى، ولهذا نطلب تدخل فصيلة الشرطة التقنية. بعد المعاينات وإخماد الحريق، تبين أنه هناك جثة لامرأة في العقد الخامس من عمرها، توفيت على إثر طعانات على مستوى الرقبة والصدر والبطن والظهر. لينا ما كي دخلنا الدنيا لقينا الجثة ما كاش محروقة، المرأة هذيك محروقة، والدنيا الدنيا كامل القش محروق، مام البلافون حرق، اللور دي طرطق تاني. بعد التأكد من أن الضحية فارقت الحياة، شرعت الشرطة العلمية في أخذ صور فوتوغرافية لحالة الأماكن وكذا جثة الضحية، مع البحث عن أدق الأدلة التي يمكن أن تقود المحققين إلى الفاعل. Thank you.
وجدت الشرطة التقنية بقع دم عالية المستوى على باب الخزانة داخل الغرفة. هي آثار أخرى لدماء وجدت بقاعة الضيوف أيضاً. انتهت الشرطة أيضاً إلى اكتشاف آثار أخرى لدماء على الباب الخارجي للمنزل. بعد تفحص مسرح الجريمة ونقل عينة من بقايا الحريق للتحليل، تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمفتاح لتحول بعدها إلى مصلحة التشريح بمستشفى فرانس فانون. النار والدخان كلاونا، ما قدرناش نشوفوا الباب مسكر، التواقي بلاندي داري فيهم الحديد، بدينا نكسروا في التواقي. كيما درنا ما قدرناش نكسروا التواقي. بون عيطت لي جوندارم، عيطت لي بومبي، عيطت حتى الرئيس البلدية، عيطت للشاب داير، عيطت الجماعة كامل جاو، السلطات كاع كامل جات. بدينا نطرطقو حتى طرطقنا التاقة هذيك تاع الحديد، ومن بعد طرطقنا الباب. كي جاو لي بومبي والدنيا ما قدرناش، مام لي بومبي ما قدرش يدخلوا، بالسيف باش دخلوا أغلبهم دخان. قضية غامضة تطرح تساؤلات كثيرة. ترى من يملك كل هذا الحقد والشر والقسوة ليقوم بالتنكيل بجثتها بهذا الشكل؟ والغريب في الأمر أن مريم عثرت لوحدها، فأين كان زوجها؟ ما سنكتشفه في هذا الفصل، تابعوا معنا. بدأ المحققون في استجواب قاطني الحي لجمع أكبر قدر من المعلومات حول جريمة القتل هذه، وتناهى إلى علمهم أن للضحية أقارب يقطنون بالجوار، أو بالأحرى لا يفصلهم سوى جدار. والغريب أنهم لم يسارعوا لنجدتها، ولم يتواجد أي شخص منهم وسط الحشد الكبير من المواطنين. اقترب أحد المحققين من بيت أقاربها ليستطلع الأمر. شاهد المحقق نافذة البيت مفتوحة ينبعث منها ضوء خافت يبدو أنه لجهاز التلفاز، فاقترب أكثر ليتحقق من الموضوع. شكون؟ السلام عليكم، ترك الوطني معك. عليكم السلام. قولي لي اختي، ما سمعتي حتى حاجه انتيا؟ ما شميتيش حتى الدخان؟ لا ما سمعت والو. نفت هذه السيده ان تكون لها علاقه بالموضوع، واكدت للمحققين بانها لم تسمع اي شيء، وانهارت فجاه عند سماعها بجريمه القتل البشعه التي راحت ضحيتها زوجه اخيها. ما باتش هنا. ما تقوليش ماتت، ما تخلعنيش، حلف ديك بربي يقول لي بلي ما ماتتش، ما كاش منها. يما ربط خويا، يما ربط خويا، يما ان شاء الله ان شاء الله. كانت مريم سيدة في 54 من العمر، متزوجة منذ 5 سنوات. انتقلت للعيش رفقة زوجها بسواكرية، لم ترزق بأولاد
سيدة صالحة بشهادة كل من قابلناهم من جيران وأقارب، طيبة لا يعرف الشر إلى قلبها سبيلا. لا، الضحية رحمها الله كانت إنسانة يعني ما التحريات اللي قمنا بها، ضحية كانت إنسانة يعني متدينة ولها سمعة طيبة لدى الجيران لدى العام والخاص، يعني الجيران كامل يعرفوها ويهدروا عليها بالخير. كانت حتى تحفظ القرآن الكريم ربي يرحمها، يعني في الأمر هذا ما كانش موجود هنا شكوك مثل لها هي عندها مشاكل أو خلافات، لأنه لم يكن عندها أي خلاف مع الجيران ولا مع الأقارب اللي ساكنين في الحي. الناس هذو زوج تاعها إنسان طيب، إنسان تبارك الله، وليد فاميلي يعني ما سمعوا منه غير الخير. أنا ملي سكن ما سمعتش عليه كلمة ماشي مليحة، والمرأة ثاني الحاجة تحكي لي، والمرأة يحكي لي إنسان، المرأة تبارك الله بنت فاميليا أصلا يعني تبارك الله مولات خير، واش يحكوا هذه هي الحكاية تاع الجيران هذا. أخبر أحد المواطنين المحققين بأنه تم نقل شاب في العشرين من العمر إلى مستشفى زميرلي، شوهد يتجه بصعوبة نحو الطريق وهو في حالة خطيرة. شعلت الفار شوف السيد فيه الدم، حبط درت فر أنا متعيه، حبط نجري، السيد بدي عنك فيه وشد فيه يقول لي ذبحها 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 حرقها حرقها، ما فهمش أنا وش كاين. بون كانوا ناس ما كاش تمايا، وليت اللي تنعيط انايا والدنيا، خرجوا الناس جاوا الناس والدنيا، طرطقنا الباب هذاك دخلنا، هو شفت له السيد هذاك شفت له واحد اداه للمستشفى. مواصلة للتحقيق، تنقل فوج من التحريين إلى ذات المشفى لمعرفة هوية هذا الشاب وما علاقة له بقضية القتل هذه. بعد التحري والتعمق في القضية واستجواب الجيران القاطنين بالحي، تبين أنه هناك ابن أخت الضحية الذي كان في المنزل، والذي هو متواجد بالمستشفى زميرلي بالحراش. أخبر الأطباء المحققين أن الشاب في حالة سيئة تمنعه من الإدلاء بأي تصريح، وبما أن الفتى هو مفتاح اللغز وحفاظاً على سلامته، قرر المحققون نقله من مستشفى زميرلي إلى مستشفى مفتاح لتأمين الحراسة له، كونه الشاهد الوحيد في جريمة القتل هذه. في هذه القضية كان عندنا الأمل الوحيد والشخص الوحيد اللي عنده مفتاح ولغز القضية هذه هو ضحية اللي كان في المستشفى. احنا روجنا دعاية أنه توفي، حتى يعني المشتبه في هذا يكون يعني ما يكونش باش ما يديرش احتياطات على مصالح الأمن باش ما تلقاش عليها القبض، يعني باش يكون مثال هاني. أنا كاين واحد من الجيران جا جايز بالطوموبيل حبسته، قلت له ديه لوبيتال، ديه لوبيتال، ديه طلعوا لوبيتال تاع مفتاح، من لوبيتال تاع مفتاح حبطوه باسكو ما هدرت مع القائد تاع الدرك، وما هبطوا لزميرلي. كنت نتبع في التليفون أنا كيفاش بسرى، هبطوا لزميرلي، مانيش عارف بالك قراب، مانيش عارف هذه، مانيش عارف. وانا زيد هدرت مع الجماعة قلت لهم بالك الشهيد الوحيد، بالك هدرت مع قائد تاع الدرك، مانيش عارف كوموندو ولا كابيتان، تكلمت معاه قلت له ماذا بك ديروا حراسة للولد هذايا، ودي قلت له بالك الشهيد الوحيد، باسكو مانيش عارف واش كاين فينا. كي شفت واش كاين، ملي كي شفت المرأة وتأكدت باللي كاين ضحية، كاين واحد ميت لداخل، هم داروا لي العسى وشافوا تبعوا لا ترتاحوا. بعد توسيع دائرة التحقيق، أخبرت عائلة الضحية المحققين أنه تمت سرقة مجوهرات ومبلغ مالي من غرفة الضحية قبل إضرام النار فيها، كانت تحتفظ بهم في خزانتها. يعتقد المحققون بأن القاتل شخص قريب من العائلة ويعرف جيدا زوايا البيت، وقد تسلل إلى البيت بغية سرقتها، واحتمال كبير بأنه قد قام بقتلها بعدما تعرفت عليها. ترى من يكون هذا القاتل؟ وهل للفتى المتواجد في المستشفى علاقة بالقضية؟ قام المحققون بأول خطوة، وهي استجواب كل من له علاقة بالضحية من قريب أو من بعيد لفك لغز هذه الجريمة. المرأة هذه مرت خويا؟ جارتك؟ لا مرت خويا. وجارتك ومامتك؟ جارتي ايه، الحيط عند الحيط. آخر مرة زارتك ويدك؟ السمانة اللي فاتت. السمانة اللي فاتت؟ وكي جات عندك شما حكات لك شما وكات لك شما؟ ما قلت لكش عندي مشاكل، ما قلت لكش واحدين هدوني، ما قلت لكش عيط لي واحد في التليفون، ما قلت لكش
لا لا حكيت لها خويا بلي مريض ويزم يروح يسافر يداوي. هذا واش قلت لك؟ هذا ما كان صح. الطفل اللي عايش عندها في الدار وخوها لا من حقه ما تبكيش من حقه. سمعتي وسمعتيش؟ سمعتي هي ماتت ربي يرحمها، بصح حنا هاد الجولات لازم نجبدوهم سواء تبكي ولا ما تبكيش، بيسك الدم تاعها ما يروحش هكا. سمعتي ولا سمعتيش؟ الطفل اللي عندها عايش في الدار الداخل وليد خوها. وليد خوها. تأكد المحققون أن الشاب الذي تم إسعافه يدعى سمير، من مواليد 1993، هو ابن أخ الضحية وكان متواجدا معها أثناء الحادثة. عندك يجي 20 يوم إن شاء الله. ربي يجيب له الشفاء. ربي يشفيه إن شاء الله. أنا نعمتك ما تحقي ولا تنقصك قولي لي. ربي يسترك يا وليدي، شكون يربيك باش عندك؟ أنا خليتك في كتافي إن شاء الله يا وليدي. أنا نعمتك ربي يسترك وليدي إن شاء الله ويخليك لي إن شاء الله. إن شاء الله. ما على باليش الدار هذيك واش فيها، على بالي كاين ناس ساكنين بصح ما على باليش واش فيها. والطفل هذاك انا جامي شفتو في حياتي، ما شفتوش تما باش كان ما نعرفش الناس بزاف تما. الطفل هذاك جامي شفتو وهو مات فينا الموضحه وقيله وليد اختها ولا ما على باليش. السيد كاين في لا بلجيك والمراه اللي كانت وحدها وكان عندها ضيف وليد اختها. اشتدت الفرضيات والاحتمالات لدى المحققين بان يكون القاتل من نفس الحي. نظرا لبشاعة هذه الجريمة اجتمع المحققون ليلا حرصا منهم على فك شفرة هذا اللغز والقبض على القاتل الذي ما زال طليقا. أخبر أحد قاطني الحي بأن لزوج الضحية قريب يسكن بالجوار، شاب ذو سيرة مشبوهة شوهد على غير عادته في يوم الجريمة يحوم حول البيت وكان يبدو قلقاً وكأنه يحاول فعل شيء ما. هذاك النهار جا عندي بزاف الحانوت، دخل خرج كان سافا با كوم سي كان خاصاتو حاجة، كان يعز في حاجة، كان مقلق سافا با هذا ماشي عويدو هكاك. كان يعز في الحومة ماشي دايماً، مي هذاك النهار ما خرجت من الحومة قاعد يدور عندي بزاف كوم سي كان حاب يدير حاجة. وجود عادل يحوم حول بيت الضحية في يوم الجريمة عزز الشكوك لدى المحققين، ما دفعهم إلى محاولة جمع أكبر قدر من المعلومات التي تتعلق بهذا الشخص، سيرته، علاقاته، وما يتعلق بتنقلاته. نحن نستند دائما الدليل العلمي. الشخص هذا عنده هاتف نقال ويمشي به ويحضر به ويتكلم به. احنا لما درنا الاستغلال ودرنا تكليف شخصي للمتعامل النقال اللي هو ما متعاقد معاه وعنده الشريحة تاعو مع المتعامل هذا، تبين انه الشخص المشتبه فيه في وقت وقوع الجريمة كان في مسرح الجريمة. هذا الشخص بعد التحري والاستعلام حول مخالطاته والأماكن التي يتردد عليها تبين أن له مخالطات مشبوهة ويتردد كثيرا على الملاهي الليلية حيث يقوم بصرف أموال طائلة مقارنة بدخله المحدود، وأن له الكثير من الديون. توصل المحققون إلى أن عادل كان يعمل بشركة حراسة وترك عمله في جونفي 2013 وقام ببيع مسكنه كان قد ورثه عن أبيه بسوكرية وذهبت أمواله هنا وهناك. الطفل مشى في طريق مش عارف أنا غير طريق ماشي مليح، ومن بعد غاب باع السكن، باع نص من السكن تاعو وراح وخلى الام تاعو وخواتاتو، عنده 3 خواتات والام تاعو الاب تاعهم ميت، مشى في طريق ماشي مليح يقولوا. وانا طفل يعني نعرفه، كان نعرفه صغير، كان طفل لاباس به، كان طفل وليد اصل وليد فاميليا ومربي تبارك الله، يحشم طفل مدين طفل يصلي كان لاباس به. ولكن واحد الوقت حتى سمحت عليه الشيء هذا، انا راني محتار يعني كيفاش الشيء هذا. اي بالك يكون باع الدراهم بيسكو على حسب ما سمحت انا، قالوا باع ب 670 مليون ولا 800 ولا ماش عارف، ومد الام تاعو وكذا، ومن بعد دخل في واحد تبع واحد الطريق هذه ماش عارف انا يعني كيفاش صرا له. العلم لله ورسوله. كان فري لاباس به، كان باباه مطلي فيه، ومن بعد مولي توفى باباه ورث ولا يصرف دراهم بزاف ولا ما يدورش في الحومه ولا يسهر، كان يدور سيكتور تاع زيرالدا كتعرف فيه سهرات وكذا،
والف دراهم، والف دراهم تبدل الكريم ولا ما يهضرش معانا، شاف روحو بلي قاص دراهم ما كيشايف. في الوقت الذي كان فيه المحققون منشغلون بالبحث في سجلات المشكوك فيه الأول عادل، وصلهم خبر استرجاع سمير لوعيه، وطمأن الأطباء المحققين بتحسن حالته. هل ستتأكد شكوك المحققين حول تورط عادل في مسألة القتل هذه؟ أم ستخلط شكوك سمير أوراق المحققين؟ ما سنكتشفه في هذا الفصل؟ السلام عليكم. هلا. واش سمير؟ لاباس. بعد الإطمئنان على صحته وتأكيد الأطباء بأنه في حالة تمكنه من الإدلاء بشهادته، قام المحققون باستجواب سمير الشاهد الوحيد لهذه الجريمة الشنعاء. ضربوها ما شاء الله. لم يشأ المحقق إخبار سمير بأن عمته قد توفيت، حرصاً على حالته النفسية. أنبأ سمير المحقق بأن زوج عمته غادر في الأول من جويليا باتجاه بلجيكا، وبحكم أن عمته وحيدة وليس لها أبناء أو أي شخص تستأنس به، طلبت منه الحضور إلى بيتها والمكوث معها إلى حين عودة زوجها. وروى سمير للمحققين ما حدث في تلك الليلة. قعدت في الصالة حتى سمعت عمتي تعيط، كي رحت نجري ليها لقيت سراق وضربها بالنار. كي حبيت نديفوندي عليها زاد ضربني انا تاني بالنار، ومن ثم تخميت ما ماشي شو الصح. ها؟ انت هذا ولد اللي تعرفه؟ ما نعرفوش. ما تعرفوش؟ لا لا ما نعرفوش. راك شافي شويه على الملامح تاعك؟ شافي عليهم. كان وريك بعد لي فوتو اسمه تعرفه؟ نعرفه كان شوف. تعرفه؟ وبغرض التعرف على الشاب عرض المحقق مجموعة من الصور على سمير. خاطي. خاطي. هذا؟ خاطي ركز مليح، هذا خاطي. خاطي. ها ركز مليح، هذا هو. ها هذا هو. هذا هو. هاك متأكد؟ هذا هو اللي ضربك؟ هذا هو اللي ضربني. استطاع سمير أن يتعرف على قاتل عمته من خلال الصور التي عرضت عليه. بعد إظهار الصور لابن أخت الضحية، تعرف على الشخص الفاعل الذي هو قام بفعلته هذه. ثبتت التهم أخيراً على المدعو عادل بعدما أصبحت كل الأدلة تدينه، وتأكد المحققون من فحص المكالمات الصادرة والواردة لهاتفه النقال أنه كان متواجداً بذات المحور إلى ساعة متأخرة من الليل. شحال من دراري؟ أربعة. كبار ولا صغار؟ كبرات وولد كبار. ولد هو الكبير؟ هو الكبير. شحال في عمره؟ قام المحققون باستدعاء أم عادل للتحقيق معها لجمع أكثر قدر من المعلومات حول ابنها، ومحاولة منهم لمعرفة مكان تواجده أيضا. بابا. بابا. بابا متوفي. متوفي ربي يرحمه. ربي يرحمه. هذا الدار اللي حريت. نعم. مات فيها المرحومة عاد. مريم ربي يرحمها. ربي يرحمها. بعيدة عليك ولا قريبة؟ الحيط عند الحيط. الحيط عند الحيط. عندك علاقة معها؟ مرت خويا. تزوريها؟ تزورك؟ تزورني شحال من خطرة. آخر مرة جات عندك وينها؟ السمانة اللي فاتت قبل ما تموت. جات عندك هي للدار؟ جات هي. كيش ما حكات لك؟ شما قالت لك؟ شما جات حكات لي على خويا بلي راه مريض ويزم يسافر و الله يا مريم غير طليتي على قلبي. شكون قالت لي صاحب مشاهيتها؟ عندي عمك اللي دهاش. والله يا عزيزة ما أنا شريتها لغير خوك، كي شفتو جاب زيادة قلت له غندير لأختك، قلت له صوت وحشتها وجابها مبارك. لا غير جابها الدرس ولا قلت له غير تشربي بها قهوة ولا تشربي لها تي بها. هذا شحال ما تفكرنيش تفكرني بزلابية. فاش علي يا اختي؟ لا راه مشغول ولا مريض. ما عليه. شنو كيف مع وليداتكم بخير؟ واش تحبي نقول لك يا وخيتي؟ هاي على عينكم على يدكم. واش يصراكوا على بالكم؟ وصلت به الدرجة باش يقولي بيع الدار. واش عليه خليه؟ خليه يدير رايو. يا خي راهو رزقو هذاك. خد نص منه خليه يندم، يندم بعد يعرفوش معناتها المهمه، يندم خليه.
كيف يا اختي ما تغبنيش روحك. والله ولد عنده ضلع في القضية، يا مباشر يا غير مباشر. ما كانش اللي يعرف واش كاين في المانيو أبار ولدك. إذا كان الطفل اللي راه معاها في الدار هو اللي يحكي له ما نعرف، وإذا كان ولدك هو اللي يفكر أنه يهبط الكونتور ويطفي الضوء ويدير الجريمة نتاعه، هذه حاجة أخرى أنت تعرفيها. مستحيل. ولدك ما جاب لك والو؟ ما جاب لك دراهم؟ ما جاب لك ذهب؟ ما جاب لك؟ هو بعد نص المرتع باباه. ها؟ هو بعد نص تاع المرتع باباه اللي ورثو من باباه. كي باعو؟ كاش بدا بيه؟ بدا بيه والو؟ ما سقسيتيش قلت لها بلي دراهم وين درتها؟ قلت له هذا هو المستقبل ديالك، قال لي ما كان بدخلك. انا ما خلاص ما كاش مشكل، معليش معليش يعني قاعد روح تشوف الدار ان شاء الله. يا خلاص اوكي معليش ان شاء الله. يا صح ما تقوليش كنت تهضر مع داك السيد. امس الخير يما مساء الخير يا وليدي. لاباس الحمد لله. انا ما كنت نسول على الدار. يا وليدي واش قلت لك؟ الدار هذه هي اللي تسترك، هي المستقبل ديالك يا وليدي. يا وليدي هذا الرزق هذا اللي يسترك ويستر ولادك. انا ديسيديت نبيعها. كيفاش ديسيديت تبيع؟ هذا حقي. كيفاش حقك؟ حقي واخا حقك ماشي بالبيع. كيفاش تبيعها يا وليدي؟ نبيعها انا نبيعها، ودي وصلي عليا نعطي لك حقك. ما تسحقش انا ما تسحقش انا. انا هضرتي وما نزيدش نعاود. يا وليدي اسمع كي نهضر معاك ما تقدرش تخليني. انا هضرت وما نزيدش نعاود. يا وليدي اسمع كي المره هذه كانت تعاون وكيس كادو الناس كانوا لاباس بهم، ناس تبارك الله، ناس ثاني ولاد فاميليات توفى الاب تاعهم، وهذو مش عارف انا كيفاش يقول هو يقولوا خالي، هذه مرت خالهم كانت تعاونهم، كانت مره طيبه، مره لاباس بها طيب ضيف، وناس كانوا تبارك الله يعني ما عندهمش مشاكل. المشكل هذا اللي صراح حنا ماناش فاهمين، هما الام تاعو مش عارفه، خواتاتو ما مش عارفين. كنت تكلم مع يماه ويما كانت تشكي منه وقالت وليدي هكذا وليدي هكذا وليدي هكذا، ولكن انا تكلمت معاه وقلت له ولي داركم ولي الام تاعك ولي الاب تاعك وكذا وكذا وكذا، ولكن حتى صرت القضيه هذه ماني عارف كيف صرات. انا صح عادل. استدرج المحققون عادل عن طريق احد الاشخاص المقربين منه. يا اخي على بالك بلي مرت خالك قتلوها وحرقوا الدار؟ والله ما سمعت، ما سمعت يا غرب والله ما نسى. ما على بالكش يا راهي خالي وراهم يحوسوا عليك، على بالك راهم شاكين فيك. على خويا خاطيني انا على امور وحبان بين باللي مشي نتايا اللي راك اللي درتها، راهم شاكين فيك. اسمع روح اليوم امو بان درك. لم يكن عادل يعلم بان سمير ما زال على قيد الحياه، فقرر العوده الى الحي ليبعد عنه التهم بعدما اقنعه قريبه بذلك. واحد نص ساعه ولا واحد نص ساعه نكون لهم. نتلاقوا عند بارك عند دخله السواكريه. هيا روح انا نستناك. لازم تجي اليوم. اسمع لازم تجي اليوم امو بتبعد التهم على روحك. كارنتروا فين السيما حول السياره على مستوى في اتجاه تاعك. السياره على مستوى في اتجاه تاعك. بيروسي. وبينما هو قادم مع السائق كلونديستا استوقفته دوريه للدرك والقت القبض عليه.
نرجعي حل حل. أخذت عينات مرجعية من دم المشكوك فيه عادل وعينات من دم سمير، وبعد التحليل وصلت النتائج من معهد الأدلة الجنائية ببوشاوي، والتي تؤكد أن أثار الدم المأخوذة من القطعة القطنية محل الحجز المرفوعة من على الباب الحديدي الرئيسي تعود للضحية المسمى سمير. أنكر عادل في البداية كل التهم الموجهة إليه، لم يكن عادل يتوقع أن سمير ما زال حياً، وما إن علم بأن سمير أخبر المحققين بكل شيء انهار واعترف بفعلته. النار هذه اللي شعلت في الدار على بالك فيها؟ ما على باليش، حيق لي وليد عمي. واش قال لك؟ قال لي مرت خالك يعيش معها وبناته. ماتوا فيزو جاي. وتحرقت الدار. ربي يرحمهم ويسعدهم. اخوك انا مانيش فاهم علاش جبتوني لهنا. حنايا جينا نسقسوك، جينا يا خي تجارب. فهميتهم. بالك اش ما تعرف بالك اش ما. وقتها خرجت من المفتاح هذا؟ الخمسة. خمسة تاع العشية. انا ما. راك متأكد؟ راني متأكد. من الخمسة ما زدتش درت. ما زدتش درت. ما قضيت ما عاودت بالك نسيت حاجه وليت ولا رحت وليت ولا لا بصح كاين حانوت قضيت من عنده فايته الخمسه فايته الخمسه تاع العشيه مانيش شافي على الوقت على كل حال فايته الخمسه بزاف ماشي ربع ساعه ولا مانيش شايف مانيش شافي على الوقت يا شاف بصح قلت لي خرجت الخمسه خرجت على الخمسه هذا قضيت من عنده جوي 8 مع ثلاثه سوايع سوايع تكون وصلت للبارون بيتش تاعي مانيش شافي على الوقت أني قلت لك أبي بريع على الخمسة روحت مشي ستة تعشية لا مشي سبعة لا هذا الحانوت أخذت عليه على ثمانية في بارون بيتش في 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 مفتاح مانيش شافي على الوقت من الليرة في البارون بيتش ما عاودت وليت ما عاودت وليت فهرت رحت في جرانديستا جرانديستا نعم واش مسير عاد؟ ألطون ألطون عادل نعم أنت راك تقول باللي استعملت مركبات ألطون ألطون الألطو هذه اللي تهضر عليها أنت على 11 تاع الليل حكمها الرادار هنا قريب شي بعيد هنا في مفتاح بالك شاف راح وصلني عاود ولا هذاك هو قلت كان معايا اي كان معايا وصلني اه عاود عيطوا له على الخمسة عيطوا على الخمسة نعم با جدك جد ما عيطلوش على الخمسة التليفون ما يكذبش ما عيطوش على الخمسة وهذا الوسمة اللي كان مع المرأة اللي قلنا لك توفى تعرفه مليح؟ نعرفه مليح كنت تشوفها هكا تعرفه؟ نعرفه أو ما ماتش ما ماتش المشتبه فيه كان واثق من نفسه حتى لما وقفوه العناصر تاعنا في مفتاح كان واثق من نفسه أنه ما كان حتى دليل ضده لانه في العلم تاعه وفي المخيله تاعه الشخص الوحيد اللي شافه متوفي يعني انه كان واثق من نفسه ولكن بعد استجوابه للمره الاولى وايهامه بان الشخص او متوفي باش يعني يوقع في فخ في فخ المحققين هو دار ثقه في نفسه بعد مواجهته بان السيد راهو مازال على على قيد الحياه تم نهار وما قدرش يقاوم المحققين المره هذه ماتت ربي يرحمها اللي حرق الدار والطفل هو عرف شكون اللي حرق الدار وعرف شكون اللي اقتل المراه هذه وعرف شكون اللي ضربه بالموس اللي هو انت شوف خاطيني ولا غير خاطيني شوف اسمع اسمع شوف كل الادله اللي عندنا احنا تثبت شوف خاطيني انا قلت له خليني نكمل الهضره من صباح حتى كل الادله اللي عندنا تثبت باللي عادل هو اللي يرتكب الجرم هذا كاين حاجة نقولها لك دخلها في راسك مليح إلا كان ساعدتنا هنا
باش نكشفوا الملابسات تاع الجريمه هذه. صح ما ساعدناش تكون العقوبه تاعك قاسيه. سمعت ولا ما سمعتش؟ راهي تكون قاسيه يا شيف العرماني. شوف هي شوف ايوا على بالنا باللي انت ما كانت عندك نيه اجراميه تاع القتل. ما عنديش نيه. بالك كنت باغي تدي حاجه، بالك طمعت في دراهم، بالك في ذهب، بالك في حاجه. انت كي خرجوا فيك عرفت بلي غادي يفضحوك المجتمع تاعنا، هذه الطبيعه تاعو، راك درت الجريمه. شيف ما عنديش نيتي باش نقتل، انا كانوا خاصوني شويه دراهم ودخلت. أنبا عادل المحققين بأنه كان في ضيق مالي شديد بعدما أنفق كل ما لديه من مال وحاصرته الديون وأصبح يتلقى تهديدات من دائنيه. يا عبدو. وفي 3 جويلية 2013 توجه عادل إلى حيه بسوكرية محاولاً استرجاع مبلغ مالي كان يدين به لأحدهم والمقدر ب29 مليون سنتيم، غير أن هذا الشخص لم يسلمه المبلغ متحججاً بعدم امتلاكه. والله يا عادل ما دبرتها لك يا يا عبدو، ما تمسخرش بينا يا أخي، خيط فهمنا. ما دبرتهاش يا، قلت لك نعيط لك. الله غالب يا عبدو. الله غراني هكذاك يا اخو. الله غار دور من الله ما قدرت. انا ثاني اني مزير عبدو يا اخو، بصح تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ تفاهمنا بصح الله غالب، ما دبرت لك شحال ندير. حاول عادل الحصول على المال باي طريقه، ولانه يعرف جيدا زوايا بيت خاله، ويعلم ايضا ان زوجة خاله لوحدها راودته على اثرها افكار شيطانيه. اخذ عادل يتربص ببيت خاله الى ساعه متاخره من الليل. وفي حدود الساعة 10:30 ليلاً تسلل إلى بيت خاله خلصة متسلقاً الجدار. وبينما هو في الحديقة كانت زوجة خاله تقوم بتحضير العشاء. سمعت مريم صوت شيء قادم من حديقة البيت. لا فهمتوا، هاني جاي نشوف. بينما كانت تهم بمعرفة سبب هذه الضجة فإذا بالتيار الكهربائي ينقطع فجأة. قام عادل بقطع التيار الكهربائي من العداد. في الوقت الذي كانت فيه مريم وسمير يحاولان إصلاح العطب الكهربائي، سلك عادل طريقاً وسط الحديقة ودخل المنزل من بابه الرئيسي واختبأ داخل غرفة نومها. قامت مريم بإعادة تشغيل الكهرباء وعادت أدرجها، أغلقت الباب الرئيسي بالمفتاح. وتوجهت بعدها إلى غرفة نومها لتقوم بغلق نافذة غرفتها أيضاً. ما إن التفتت حتى رأت شاباً ضخماً داكن البشرة فبدأت بالصراخ، ولكي لا يفتضح أمره قام عادل بمهاجمتها. كان سمير متواجداً بقاعة الضيوف، وفور سماعه صراخ عمته هرع مسرعاً. هلع الشاب للمشهد المرعب وهرع لمساعدة عمته، غير أن عادل هاجمه بقوة ووجه له عدة طعنات فسقط سمير مخشياً عليه. ظن عادل أن الفتى قد مات فقام بتكبيله ووضعه داخل الخزانة. قام عادل بتفتيش الخزانة، عثر على مبلغ مالي قدره 40,000 دينار وعلبة من المجوهرات.
وبعد ذلك غير عادل قميصه الذي تلطخ بالدماء وارتدى قميصا لخاله. ما كاش لحد الساعة السكان تاع الحي ماشي مأمن بالشي هذا اللي صار، بيسك الناس هذو نعرفهم تبارك الله وهما جيران. الساكن هذاك ورا ساكن المرأة اللي ماتت كان واحد ساكن تما، رحل باع المرأة هذي جابت خوها شرا تما، وعد جارها كانوا عايشين تبارك الله، عايشين ما شاء الله معيشة تبارك الله في بعضها. حتى صار الشي هذا ما ليش مأمن جيران، ما مش مأمن بالشي هذا اللي صار. ولطمس آثار جريمته توجه عادل إلى مطبخ، أحضر جريدة وأشعل النار فيها ورماها بدون رحمة في غرفة النوم لتأتي النار على كل شيء، وعاد أدراجه تاركا وراءه ألسنة اللهب تلتهم سيدة بريئة لا ذنب لها دون شفقة أو رحمة. وشاءت الأقدار أن استرجع سمير وعيه، واستطاع أن يخلص نفسه وسط ألسنة النيران، وخرج والدماء تسيل منه يبكي ويطلب النجدة. ومباشرة هم إليه أحد الجيران كان قد شاهده من بعيد، وقام بإسعافه ونقله إلى مستشفى مفتاح. بعدما قام بفعلته اتصل عادل بصديق له يعمل سائق سيارة أجرة، وقام بنقله إلى شاطئ النخيل لقضاء الليلة هناك. وفي اليوم الموالي قام عادل ببيع تلك المسروقات بمبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم، وسدد الديون التي كانت مترتبة عليه، وأنفق ما تبقى على نزواته في الملاهي. حلقة أخرى من مسلسل الإجرام يطال دوماً أشخاصاً أبرياء تمارس عليهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل بجثثهم. لم نصدق أنفسنا ونحن نتابع تفاصيل قتل سيدة بريئة بدافع سرقة مالها بهذه الطريقة البشعة. أمر رهيب فعلاً، فأي سموم يحملها هذا القاتل؟ وأي حقد وأي مكر هذا الذي يدفعه لقتل زوجة خاله بهذه الطريقة؟ وحتى وإن أودع الحبس، وحتى وإن سجن بالمؤبد، وحتى وإن حكم عليه بالإعدام، والأخطر من كل هذا أنه وصلتنا معلومات مؤكدة بمحاولته تقمص دور المجنون في السجن ليفلت من العقاب. فحتى وإن حدث، فكيف ستفلت يا هذا من العدالة الإلهية القادمة لا محال؟ المجرم لم يفقد مريم حياتها فحسب، بل بشاعة فعلته غرست الحقد والتفرقة بين أفراد العائلة الواحدة. أهل زوج لم يستفيقوا من هول الصدمة بعد. نحن لا نفك ألغاز الجرائم لإرعابكم، بل لتعتبروا ولتعلموا جيدا أن القاتل يفلت من العقاب مهما بلغت حيلته. إلى اللقاء في حلقة جديدة.